بلاط مولد للكهرباء، قصة كده. خلينا نعرف تفاصيلها أكتر من إحسان محمود، المسؤول عن مشروع التخرج بلاط الكهرباء بكلية الهندسة بجامعة حلوان. باشمهندس إحسان، صباح الخير عليك. أهلا، صباح النور. إزاي يعني؟ فهمني التكنيك، إزاي البلاط ده الناس تدوس عليه فيطلع وينزل معاهم عشان يولد كهرباء، ولا بيعمل إيه؟ احكي لي القصة، جت في مخك إزاي أصلا أنت وأصدقائك؟ تمام، أنا وزمايلي كنا قمنا بالعمل على هذا المشروع باقتراح من الدكتور المسؤول عن المشروع والدكتور المشرف على المشروع، دكتور عرفة صبح، مهندسة حلوان. كان الفكرة بسيطة جدا، إن إحنا عايزين نولد كان مصدر من مصادر الطاقة في الأماكن السكانية. ده معناه إيه؟ لو أنا بصيت على منطقة سكانية مثلا على سبيل المثال مدينة الجيزة عندنا، هبص عليها وهقول طب انا عايز اولد كهرباء تطلع تشغل الحاجات الاجهزه اللي موجوده داخل المدينه دي والحركه اللي جواها. مصدر الطاقه لازم هيكون من بره، ودي طب حاجه تعتبر بالنسبه لنا مشكله شويه. ف ايه الحاجات اللي ممكن استخدمها جوه المدينه علشان اولد الطاقه؟ الطاقه الشمسيه ما تنفعش، المباني بتبعد عن بعضها، طاقه الرياح، المباني اصلا كلها موجوده بيمنع حركه الرياح بيحجزها. أصبح إن هو من الحلول اللي كانت متاحة. طب الناس هي أكتر حاجة أصلا موجودة في المدن عامة، بتبقى الناس. فده كان أساس الفكرة اللي ابتدينا إن إحنا نحاول نطور هذا المشروع. احكي لي بقى طبعا تفاصيل المشروع، يعني الفكرة. انت قلت لي انها جت من ان الناس موجودة في المدن ودول متوفرين خالص، فيلا نستغلهم بقى مظبوط ازاي ان احنا نخليهم يمشوا على البلاط، فالبلاط يحصل فيه ايه؟ يعني احكي لي التكنيك. بالظبط. الفكره ان البلاط بيكون الجهاز اللي احنا مصممينه موجود علشان يتحط تحت البلاط، ومجرد ما الناس تيجي تتحرك عليه البلاط ده بينزل، او المنطقه اللي بيتحط بيمشي عليها البني ادم ده بتنزل نسبه صغيره وبتدور موتور وتولد كهرباء. طبعا كان في طرق تانية بتستخدم في هذا الموضوع، منها تكنولوجيات مختلفه، تكنولوجيا مختلفه من مثلا البيزوالكتريك، منها انواع تانية من الهيدروليك، واحنا عملنا تجارب على انواع توليد الطاقه دي، ولكن ابحاث بتاعتنا كشفت ان هو اسفل اكثر. مقاطعتك يا باشمهندس احسان، اتفضلي انا اتفضلي مش حضرتك. هبقى عارفه المصطلحات الهندسيه، لكن انت ممكن لما تيجي تقول لي المصطلح الهندسي تشرحه لي عشان ابقى انا تمام، فاهماه ومشاهدينا فاهمين معاك. ما فيش اي مشكله. هي طبعا التكنولوجيا دي لما ابتدت في مش في الولايات المتحده، ابتدت في بريطانيا، بتبدا ان هم بيجيبوا كريستال صغير، حاجه اسمها بيزو الكتريك ماتيريال، بتبقى كريستاله كده زي اللي موجوده في الولاعه، لما تتعرض للصدمه بتولد كهرباء. طبعا كانت مناسبه جدا من ناحيه الحجم، ولكن الكفاءه بتاعتها كانت قليله جدا. كانت بتولد كفاءه تقل عن 1% في توليد الطاقه بتاعتها. فطبعا التكنولوجيا ابتدت تتطور وابتدوا يستخدموا حاجات جديده. الشركه اللي كانت متوليه هذا الموضوع وماسكاه كانت شركه بيبسي الاثنين، كنا بصينا على الحاجات اللي عرفوا ينفذوها، ولكن ما عجبناش الطريقه اللي كانوا ماشيين بيها. تحس انها توليد الطاقه ما كانش، كان مجرد حساس اكتر ما هو مصدر حقيقي لتوليد الطاقه. أي قمنا بابحاث على طريقه توليد الطاقه دي، واستخدمنا طريقه ميكانيكيه صفر، مش طريقه باستخدام الماتيريال المختلف ده. وعملنا دراسات برضه عشان نعرف احسن قيم اللي نقدر نستخدمها في الميكانيزم ده، ونفذناها. وزي ما كان معروض فعلا في التقرير، الصور اللي كانت موجوده، ده كان التصميم اللي احنا عرفنا نوصل له بعد تجارب كتير، بعد سنه في التجارب اللي احنا عملناها تمام. طيب وثقنا. باشمهندس، يعني دايما مشروعات الطاقة النظيفة بتواجه مشكلة، وهي مشكلة التكلفة. يعني الناس ما راحتش ناحية الطاقة الشمسية غير لما البنوك عملت لهم قروض مناسبة لهذا الأمر، بتقول إنك لو هتدفع فاتورة كهرباء قد كده فتعمل قد كده، فقسط لنا قد كده، وكمان مثلا 5 سنين مش هتدفع ولا كهرباء ولا أي حاجة. هل انت عملت ده؟ يعني هل ربطت قصتك بالشمول المالي وعملت دراسة جدوى ان لو مول مثلا بيدفع فاتورة كهرباء قد مبلغ قد كده، فلو هو استخدم البلاط ده اللي هو طبعا هيبقى اغلى من البلاط العادي، وخد طبعا البطاريات بتاعتك، فهل حسبت لغة الارقام دي؟ لان اعتقد هي دي الفيصل في نجاح هذا المشروع من عدمه، لان مشروعات الطاقة النظيفة كلها مكلفة، ولكن على سبيل الاستدامة بتبقى ارخص. طبعا مصدر
التكلفه بتاعه المشروع بتاعنا لما يجي يتم وضعه بتتقسم لجزئين. طبعا علشان احط الجهاز ده تحت البلاط هتكلف اكتر في ان انا احط، لان انا مش هرصف بس اسمنت وخلاص، لا بالعكس، انا لازم علشان اقدر ارصف البلاط ده بستخدم ماده صديقه للبيئه كمان، مش هستخدم الاسفلت. فبعد ما يعني بعيدا عن التكلفه الاوليه دي اللي احنا وضعناها، طبعا هي هتختلف بعد البروتوتايب او النموذج الاولي اللي احنا عملناه ده، لما نيجي نعمل نموذج تاني للتصنيع الشامل لا هيكون تكلفته مختلفه اقل بكتير. ولكن تعالوا نبص عليها من ناحيه الطاقه بس. دراسه مبدئيه عملناها على مول صغير او لا مول متوسط الحجم، كانت وصلت لان احنا نقدر خلال اليوم الكامل في المول ده او خلال عمل فتره عمل المول كاملا يقدر يولد القرنيات اللي احنا نقدر نوصفها دي طاقه حوالي مثلا تكفي 6 بيوت. تمام. طول فتره الحياه بتاعتها. واعتقد ان ده حاجه مناسبه جدا، حتى لو حاولنا نعمل مقارنه بحاجه زي كده في الشوارع برضو هتلاقي ان هو لا، الحركه بتاعت الناس تقدر تستخدم كطاقه، تقدر تنور الشارع ده لمده 4 أو 5 ساعات على تقريبا الليل كله. باشمهندس انا عايز اسال حاجه. اتفضل. انا شايفه على الشاشه في قدم بتدوس على السوسته اللي موجوده دي، فالبلاطه المفروض انها هتنزل ايا كانت النسبه اللي هتنزل بيها، مش هنقع واحنا ماشيين؟ مش هنتكعبل؟ كبار السن مش ممكن يبقوا حاسين انه طالعين نازلين وهم ماشيين؟ ده هيبقى مناسب للناس اللي بتستخدم اجهزه تعويضيه، او هيبقى مناسب للناس اللي بتستخدم يعني كراسي متحركه؟ كل الحاجات دي انتوا عملتوها في حسابكم؟ طبعا اول حاجه فعلا كان لازم نحطها في الاعتبار كان رد الفعل بتاع الناس على الفكره. فكره البلاط مش اول مره تتعمل، ولكن اول مره تتعمل بالكفاءه دي، اول مره نفكر فيها بالكفاءه دي انها فعلا توصل طاقه نقدر نفكر فيه بجديه. بالتالي بصينا على رد الفعل من استخدام البلاط ده وعرفنا فعلا ان في ناس بتحس ان هو مش بانها تقع، بس ان المشي عليها بيكون صعب، لان انت او التوازن بتمتص منك طاقه، البلاطه بتاخد منك طاقه، فاصبح ان المشي عليها بيبقى صعب، كما لو انك بتمشي على رمل. فكان لازم نوازن الموضوع بان احنا هناخد طاقه قد ايه من الناس اللي بتمشي علشان ما تتعبش في المشي بتاعها، وفي القصاد كده هنخلي برضو البلاطه انها تكون مريحه ما تحسش انك بتقع فعلا. واعتقد ان هو ده اللي احنا عرفنا نوصله. طبعا في مقياس نقدر نقيس عليه الموضوع ده، الا وهو العجله بس او السرعه او التسارع بتاع الحركه بتاعت البلاطه دي، نقدر ان احنا نوصل لرقم الرقم قد ايه؟ يعني كلمني بلغة الارقام، هتولد كام واط وهيكفي لقد ايه؟ لو كذا واحد قد ايه مشي قد ايه؟ يعني لو كام واحد مشيوا يعملوا يوفروا قد ايه؟ ال1000 واحد عملتهم، ال2000 عملتهم، ولا في ارقام؟ الدراسه اللي احنا عملناها على المول التجاري ده كانت انتجت حوالي مثلا ب 200 شخص ماشيين، انتجت حوالي 12000 كيلو واط يوميا في الطاقه اللي طالعه. عشان كده من 200 شخص؟ من 200 شخص عامة موجودين في الحركة جوه المول. مظبوط. من 200 شخص انتجت حوالي 12000 كيلو وات. 12000 كيلو وات، دول ممكن يولدوا طاقة يعني عاملة قد إيه مثلا؟ استهلاك البيت الطبيعي للكهرباء بيتراوح ما بين 2000 ل 4000 كيلو وات. أيوه. طيب أنا عايز أسأل سؤال بره السياق بس بيثير فضولي قوي. البلاط ده هيتنضف إزاي؟ يعني وطالع نازل كده لو بيتم استخدامه في مول ولا بيتم استخدامه حاجه من وجهه نظر ست البيت يعني، والحفاظ على الهيجين، خصوصا ان احنا عارفين ان جائحه كورونا بتخلينا طول الوقت بنطهر. هيبقى في مشكله لو اتعرض لاي نوع من انواع السوائل، او بما انك بتقول انه هيبقى موجود في مول فممكن يقع عصاير مشروبات، ده متاح؟ طبعا ده ممكن ياثر على الميكانيزم بشكل او باخر. هو الميكانيزم نفسه في التصميم اللي احنا عملناه، طبعا اشكر زمايلي جدا في النواحي بتاعت التصميم اللي هم تولوها، احنا عدلنا على التصميم حوالي 4 أو 5 مرات مختلفه علشان نتجنب فعلا النقطه دي، ان هو فعلا الكونتامينيشن او دخول العناصر الخارجيه داخل المنطقه بتاعه البلاط دي امر لا نقدر نتجنبه، لان هي اصبح جزء من الارض، فدي مش حاجه نقدر نتجنبها. فبالتالي هي بتكون جزء من او بنعمل حسابها اولا ان الجهاز نفسه يكون معزول عن العناصر الخارجيه دي،
وثانيا ان هو ما يكونش محاط بيها بحيث ان هو يقف ما يقدرش يتحرك. فمن ناحيه التصميم، لا التصميم بنسبه كبيره جدا مؤمن من الناحيه دي. اصبح الاعتبار الوحيد لازم يتعمل في التجهيز نفسه، ان هو يكون في فراغات وبراحات ما بين البراد ده عشان يقدر مجرد ان انا ارش عليه ميه كل الحاجات المحاط بيها تتشال. اكيد. طيب توثيق الفكره وتسجيلها كبراءه اختراع وصلتوا فيه لغايه فين؟ طبعا على قد ما احنا اشتغلنا في المشروع علشان نوصل بيه لاعلى مستوى، هو في حالته دي لسه ناقصه شويه حاجات كمان. طبعا احنا حققنا الحمد لله وفضل الله بفضل دعمنا ودعم زمايلنا لينا ودعم اهلنا، عرفنا ان احنا نعمل الجهاز اللي بيولد الطاقه، ولكن ده لا يعني ان احنا عملنا التركيبه بتاعته في الارض، وده لسه حاجه طبعا تضع لها خطط ولكن لسه ما تحت قيد التنفيذ. وبعد كده طريقه توليد الطاقه او طريقه تخزين واستخدام الطاقه اللي بتطلع، لان طبعا كميه الطاقه عامه صحيح في الناس كتيره دي كلها كبيره، ولكن البلاطه الواحده الطاقه اللي بتطلع منها قليله، فبنحتاج نظم هجينه علشان ترفع الجهد بحيث ان احنا نقدر نستغل الطاقه دي فعلا نقدر نستغلها. كل الشكر ليك المهندس إحسان محمود المسؤول عن مشروع التخرج بلاط الكهرباء بكلية الهندسة بجامعة حلوان. انت وزمايلك عملتوا مشروع محترم، تسلم ايديك.